اولا مفاوضات احمد ايمن منصور مع الزمالك، هل فيها اي جديد؟ هل احمد ممكن يبقى موجود في الزمالك الموسم اللي جاي بعد انا الكلام اللي احنا بنسمعه كابتن يعني ايمن؟ احنا انا يمكن سمعت الكلام ده بقالي سنتين بالظبط او واحنا كمان سنتين، بنسمع مع حضرتك فطبعا بصراحه. حاجه زي كده انا شايف ان برضو هو احمد ماضي عقد في بيراميدز، طبيعي. عقده هيخلص بعد سنتين، فبالتالي ممكن يكون بيتكتب ان هو في مسؤولين كلموه في نادي الزمالك، في مسؤولين مكتوب في نادي الاهلي، ده كله ممكن يكون اجتهادات، لكن اللي هيفصل الموضوع ده رغبه نادي بيراميدز، طبعا مجلس اداره طبعا محترم، ان هو عنده رغبه ان هو يبيع اللعيب دوت ولا لا، لان انا لا املك ان انا مثلا احمد ان انا اقول له لا تعالى نادي الزمالك، وانا اتمنى ان هو يجي نادي الزمالك طبعا، فبالتالي انا لا املك ان انا اقول له تعالى هنا او روح هنا، وبعدين في الاول في الاخر برضو معلش احمد مش صغير، هو اللي هيحدد بس الرغبه بتاعت او السوبر، الاتجاه السوبر بتاعه، عنده في البيت كابتن ايمن، لازم فأنا ارفع سماعه يعني التليفون، لازم اقابله او اتكلم معاه واخد نصيحته واخد بالظبط، رايه ما هو طبيعي. بياخد، لا هو بصراحة بعد كل مباراة يعني بنقعد مع بعض كده بنشوف كل صغيرة وكبيرة في المباراة بيتسلخ كابتن بنتكلم فيها، لا بيتسلخ بقطعه وهو طبعا. يعني زي ما تقول مثلا ايه، ويعني مثلا في حاجات بقى بيقعد انت عارف طبعا. لما نقعد مع بعض حتة تقطيع فيا قطع انا فيه شوية، هو وكان اخوه التوأم محمد يعني، طبعا. لكن انا شايف ان برضو القرار في ايد احمد، والقرار ان هو انا مش هغصبه على حاجة يعني هو مش عايزها، لكن برضو ان هو اتربى في نادي الزمالك وكان ابن من ابناء نادي الزمالك وهو صغير من سن 8 سنين لغايه لما طلع الدرجه الاولى واتمرن فوق ولعب مباريات فوق، لكن هو النصيب في الاول في الاخر، طبعا فطبعا ممكن يكون يعني احسن له عشان يرجع بشكل معين في يوم لا من ما هو الايام. هو احسن له ان هو يقعد ولا احسن ان هو لا انا بتكلم خرج ان من هو نادي احسن ان الزمالك هو ان هو خرج لعب ولعب وتألق، ده اللي وخد بتكلم فيه، الخبره بتاعته محدش وخد يبقى عارف الخبره بتاعته الخير اللي فين يا هو كابتن. سنه دلوقتي كمان سنه صغير، بسم الله ما شاء فبالتالي الله. برضو الحمد لله ان هو برضو ايه موضوع في خانه كويسه يعني، خامه لعيبه كويسه وخامه ان هو نادي ممكن فرصه الاحتراف برضو في الخارج دي وارده طب وبيفكر الاهلي فيها يا كابتن بشكل ايمن، كبير، الاهلي اللي حضرتك نفس نفس الكلام الكلام قلت بسمع اللي في كلام، الزمالك. هل في حد تواصل مع احمد من النادي الاهلي حتى لو عن طريق بعض الوكلاء اللي بيجسوا النبض علشان يعرفوا رغبه احمد؟ هل ممكن بسبب علاقه والده ان هو واحد من نجوم نادي الزمالك، فهل ممكن احمد يجي الاهلي عشان نبدا مفاوضات لا او هو كلام جس مع نادي النبض بيراميدز؟ ممكن يبقى في جس نبض ممكن تمام. بيتكلموا معاه، بس جس نبض ما فيش فعل، لكن ممكن بيكونوا اتكلموا معاه كده عشان يشوفوا هو دماغه فيها ايه. بس احمد عنده مشكله هو ووالده، يعني دي حضرتك يعني لما النادي الاهلي يجي يتكلم مع احمد، هو مش بس لازم يقنع احمد، هو لازم لا يقنع الكابتن ايمن لا، منصور. وانت بتتكلم في جمهور هنا وجمهور هنا وتربى هنا وبعد كده ممكن يروح النادي الاهلي، لا في موضوع كبير يعني حضرتك موال، ممكن، لا 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 موضوع كبير، هل لو الزمالك لا ما اتكلمش مع احمد والاهلي اتكلم مع احمد، هل حضرتك عندك لا احنا مانع؟ انت دخلنا بقى يعني لا لا انا يعني قول كابتن، قول يعني لو الزمالك ما كلمش احمد قول ايمن قول منصور عشان يبقى موجود، حضرتك طبعا الاولويه للزمالك، لكن هل حضرتك تمانع ان لو الزمالك ما كلمش لا، احمد ونفس ايمن زمن منصور؟ النادي الاهلي برضو في نادي الزمالك ممكن يكون بعض الوكلاء برضو لكن اتكلموا نفس الكلام، انا بتكلم بس هو الفعل يعني يمكن ما فيش خطوه ايجابيه او خطوه جديه ان ممكن لا اتكلم على احمد بصوره جديه وخلاص اجيبه طب لو نادي الزمالك يا الزمالك. كابتن ما عرضش على احمد ايمن منصور والاهلي كان جاد جدا وحاول لا يتعاقد احنا معاه؟ دي وقتها بقى عمر، انت عايز لا والله. انت عايز توصل ليه؟ قول لي لا بالظبط، لا يعني قول لي هل عايز توصل يعني ليه؟ لا لا قول انا عايز لي اعرف هل حضرتك هتمانع ولا لا؟ قول لي ده. بص بس انا اقول لك حاجه، انا بالنسبه لاحمد انا ما اقدرش اقصبه على حاجه هو تمام مش عايزها، خلاص لان كابتن. لا هو راجل ما انا شاء مش الله هتك على يقدر الحته دي يقول خلاص. قراره، دي حاجه بجد والله. نادي الزمالك قلت لك طبعا يا يتمنى ان كابتن هو اكيد يبقى طبعا في بيتك. بيته، فطبعا اللي هيتحكم كمان في ده كله ان انا لا املك ان انا اقول لاحمد الفتره ديت، وخاصه ان هو لو اتكلموا هنا عليه هنا اقول له تعالى احمد هنا وروح نادي الزمالك، ان في برضه بس اللي انا عارفه ان اداره حضرتك مش محترمه، متعصب يا كابتن ايمن، انا اللي انا اداره عارفه لا انا لا يعني في حضرتك لا هادي جدا في وبتفكر عقلانيه، بعقل. لا لا الله يكرمك، في عقلانيه ان تقدر تاخد القرار بهدوء كده صح وتقدر تقنع احمد او تقدر تتكلم مع احمد، وبرضه اصل الشباب برضو والجيل، الجيل الفتره ديت يعني جيلكم ما شاء الله جيلكم دماغكم بس دماغكم حلوه يعني، الشباب برضو دماغه حلوه ونقدر يعني الدماغ ديت نقدر نستفاد بيها في حاجات كتيره جدا،
يعني انا شايف ان احمد برضو الفكر ما اقدرش ان انا اقول له لا غصب عنك هتروح هنا. ايوه لكن انا بقى كنت اسالك سؤال ده كابتن كده عشان خاطر انا بحاول اشوف مخرج اسال حضرتك السؤال. طب احمد ايمن منصور هو حابب يروح النادي الاهلي وحضرتك عايز تودي نادي الزمالك، هل هيحصل اختلاف ما بينكم ولا خلاص كل واحد هيحترم؟ اقول لك لا تعليق. لا تعليق خلاص يبقى حضرتك اقول لك لا تعليق. مش هيبقى فيه مشكله. طيب ما تحاولش ايه احنا نروح لفاصل احنا نروح لفاصل يا كابتن ايمن ونحل المشكله دي من من الفاصل. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع الكابتن ايمن منصور. خليكم دايما معانا.